يعانوا من نفس المشاكل. ضيفي النهارده حضر العديد من المؤتمرات وهو حاصل على الدكتوراه في جامعة عين شمس. النهارده هيكلمنا عن آخر مؤتمر ذهبه، وكان مؤتمر ده في الهند في ولاية كشمير. هيتكلم أكتر عن المؤتمر وعن الملتقى اللي حضره ده، ويا ترى إيه الإنجازات اللي وصل ليها الطب في جراحة العمود الفقري. معايا النهارده ضيفي اللي مشرفني دايما في قناة صحتي، الأستاذ الدكتور محمد مزيد، أستاذ جراحة العظام بطب عين شمس. أهلا وسهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك. مساء الخير على حضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب طبعا، وألف مبروك على التكريمات الكتير اللي حضرتك حصلت عليها من جامعة عين شمس. وآخر حاجة حضرتك حضرتها كان مؤتمر في الهند، وكان خاص بآلام العمود الفقري وجراحات العمود الفقري، وعايزين حضرتك تكلمنا عن المؤتمر النهاردة. أنا شاكر جدا للمقدمة اللي حضرتك قلتيها. شكرا لحضرتك. والحقيقة موضوع التكريم كان بمناسبة حصولي على جائزة عين شمس التقديرية في العلوم الطبية. ألف مبروك طبعا يا دكتور، ويعني دايما كده يعني يكون عندنا نماذج رائعة وشخصيات رائعة في مصر، وهي دي اللي يعني بتشرفنا بره يعني، وبيكون ملتقى رائع جدا للعلوم. شكرا لحضرتك. والحقيقة المؤتمر بتاع الهند ده مؤتمر سنوي بيعقد وبتعقده جمعية اللي هي جمعية الهند لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري. الحقيقة أنا علاقتي بالهند علاقة قوية، بقى لي دلوقتي أكثر من 10 سنين بتردد عليهم. رحت في كل سنة، سنة ونص، ساعات 2 ساعات، مرتين في السنة حسب أهمية المؤتمر اللي بيعقد والجهة اللي بتوجه الدعوة لي، فبروح. التماثل بيننا وبين الهند في الكلشر أو في البيئة الثقافية والفكرية ده واضح جدا، وأنا طبعا لقطت هذا الموضوع من يوم ما كنت حتى بتدرب في إنجلترا قبل الثمانينيات، ولما احتكيت بالدكاترة الهنود على مستوى العالم، ولما احتكيت بهم لما هجوم يحضروا مؤتمراتنا احنا في بتاع جمعية العظام المصرية، المؤتمرات السنوية الدولية اللي احنا بنعقدها. فالعلاقة بيننا وبين الهند دي علاقة يقولوا عليها علاقة ثقافة، ومصر دي بلد الثقافة طبعا، وبلد عميقة في التاريخ. الهند أيضا عميقة في التاريخ، وهي هند فيها ثقافات بقى. لأن حجم متنوع. الهند، حجم الهند كسكن وعدد كبير، يعني مليار و200 يعني مليون، كتير. يعني احنا 100 مليون إلى 10، هم مليار، يعني 1000 مليون ثم 100 مليون ثم كمان 100 مليون كمان. فاحنا جزء يعني جزء بسيط. انما التماثل حتى سبحان الله، لو الواحد، انا دقيق في ملاحظاتي، لو شفت حتى الحيوانات متماثله سبحان الله، رغم ان دي في اسيا ودي في افريقيا، الا ان لو الناس كلها الفلاحين عارفين ان الجاموسه بتاعتنا دي يعني هي اللي في الهند سبحان الله، وهي دي اللي بتقاسي وهي اللي بتدير اللبن، وهي يعني فتشوف البيوت زي بيوت الفلاحين عندنا، والمدينه طبعا عظيمه جدا جميل. طبعا الهند فيها حضاره اسلاميه عظيمه جدا، لان المغول لما جم عندنا معتدين رجعوا بعد فتره اعتنقوا الاسلام ودخلوا الهند فاتحين مسلمين، مسلمين يعني مش زي ما بنسمع ان الهنود معظمهم يعني، لا هم معظمهم عددا لكن المسلمين عددا مش اقل من 300 مليون. طب دي نسبة عالية. المسلمين دلوقتي حوالي 275 الى 280 مليون في الهند. طبعا متركزين قوي في المنطقه اللي هي الشمال بتاع الهند، دايما شمال الهند مسلم، تمام، كل الشمال ده مسلم، واللي انشقت عنها ايه؟ باكستان وبنجلاديش. ايوه صح، ده الاسلام هناك كتير. دول الجزء العلوي شرقا وغربا، شرقا وغربا، هي زي المثلث، تحت الحته اللي بتسلم ربع المثلث او ثلث المثلث الهنود كلهم فيهم بينهم مسلمين وعددهم كويس. يعني حضرتك بتقول 300 مليون يعني نسبه 300 مليون مسلم، يعني نعم. فيهم مثلا 200 مليون ما بين بنجلاديش وباكستان، والباقي ال 100 مليون التانيين يقولوا انا متوزعين على الولايات الاخرى. تمام، احنا طبعا هنعرف اكتر لا 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 عن الاسلام وصل لحد كيرلا. كيرلا اللي هي الولايه الجنوبيه اللي على البحر، زي راس الرجاء الصالح بتاعت افريقيا. اكيد. فكل ما تمشي هناك بتلاقي مساجد، المساجد عددها قليل في المنطقه الجنوبيه، لكن المساجد كبير. اعظم قلعة إسلامية شفتها أنا في حياتي موجودة في الهند. ما شاء الله. والله. إحنا يا دكتور عايزين نتكلم أكتر عن الهند وعن ثقافة. المؤتمر. دي ثقافة. ولكن بس ناخد الاتصال ده عشان بقاله فترة. عشان عايزين طب. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. سمعت يا دكتور، أنا عندي المدام يعني كان عندها تاريخ مرضى قبل كده، إنك ضررت اللقاح الظاهر في غزو وحاجات زي كده. كان من حوالي سنة، بس
كحة كحة الكوع كوع كوعها 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 مفصل يعني كان الكوع. عندها ألم في الغضروف بتاع العمود الفقري ولا غضروف الركبة؟ لا هو عمود الفقري عمود عندها الفقري. انفجار وخف يعني ودي قدر يخرج دمه اتحسنت. كويس. طب المدام عندها كم سنة؟ عندها 46 سنة. 6. وإيه الربط بين الكوع والعمود الفقري؟ لا انا ما انا بس ساعتها وزارة الكحة تعبت جدا وكسرنا وجبنا دوت وحتى ده فيتامين بي وحاجات كده حاضر. يعني هي بتشتغل اعمال البيت بايدها طبعا في المطبخ بيدها وبتعمل لك الوجبات وبتاخد بالها من كل البيت. حاجه بتعملها طيب كل حاجه. اشكرها على كده، ما هو ده اللي جاب لها الوجع في الكوع. الف طب سلامه. والحل يا دكتور؟ الحل هقول لك اهو. ماشي يا تمام، دكتور. شكرا لاتصالك. شكرا. معظم شكرا. الالام بتاعت الكوع في السن بتاعها اللي هو بيسمى التنس البو، اللي هو اللي هو بيجي اللي بتاع التنس بتاع التنس. طبعا هي بتلعب تنس بلا تنس، اكيد الحركات بتاعة تنظيف المواعين وعمل الوجبات وغسيل الصحون ايديها على طول بتشتغل والكلام ده دكتور. بايديها بيخلي العضلات اللي هي بتبسط الباسطة اللي بتحرك الاصابع في اتجاه البسط الفرد هي منبتها من الكوع من الناحية الخارجية، فالوتر بتاع العضلات دي كلها بتطلع بوتر ثم تتوزع هنا كعضلات، من كتر الشد بتاع العضلة بتنقبض وتنبسط بتشد على الرباط ده، تمام. فالرباط ده بيشد على الكوع في هذه المنطقة. كتير جدا من الناس يستجيبوا للعلاج وبعضهم ما يستجيبش، وبنديهم الحقنة المشهورة بتاعة الكورتيزون الموضعي مع شوية تخدير موضعي بيتفك هذا الالتهاب بيروح فبيتحسن. يعني ايه عندها التهاب؟ التهاب وتري في مخرج وتري. او مكان اتصال الفقرات العضلات اللي بتعمل تحريك للرز تبسطه يعني تفرده، وده جاي من ايه؟ من الشد المستمر عليه. دول بيعملوهم بقى يا اما حقن هذا الكورتيزون زي ما نقول او موجات فوق صوتيه بتساعد مع الحاجات ضد الالتهابات. تمام. يعني يا دكتور المشكله دلوقتي عندها في الام الكوع، وبالحقنه الكورتيزون دي ان هتقدر شاء ان هي الله تحل هتفك المشكله باذن باذن الله. الله. تمام دكتور، نرجع مره تانية للعمود الفقري، اه وعايزين نتكلم على جراحات العمود الفقري وايه الجديد في جراحات العمود الفقري. جراحات العمود الفقري تطورت تطور كبير جدا على مدى الستين سنة الأخيرة. احنا موروثنا ورثنا من العمود الفقري جراحة واحدة كانت يقال انها شافية لكل داء، اللي هي ان انا اشيل الصفائح بتاعة العمود الفقري عشان ادي مجال اوسع المجرى اللي بيمر فيه الحبل الشوكي. تمام. العملية دي كانت نظرية جميلة جدا، ان انا بخلي العمود الفقري دي افوقه زي انا عندي حلة لها غطا أكيد. وتحتها النار، لما الاقي البتاع دي اروح شايل الغطا تقوم الحاله بتتنفس. نفس النظريه، انا عندي التهاب في الحبل الشوكي اذا لم يتمدد هيزنق، واذا اتزنق هيجيب شلل، فانا لما اشيل الغطا بتاعت الصفايح دي بخليه هو يبعد عن المرض. كل ما المرض يزقه من جنب جهات يمشي هو كده يتفتك كده. دي النظريه اللي اتبنى عليه. ده الجديد، ده القديم خالص، ده القديم اللي هو بتاع الاربعينيات 1800 وحاجه، دخلنا لحد 1935 و36 و40. لم يكن في يد الجراح ان يفعل اكثر من ذلك. خلاص تمام. باعدا عن الشر ويغني له، يعني الشر هو ايه؟ هو مش عارف الشر هو اصلا. لما زادت القدره بتاعت التشخيص والمعالجه بدات مع الالتهاب الدرني اللي بيجي في الفقرات ويجيب دمل صديد درني يخش على المجرى العصبي يزنق على العقل الشوكي. فبدانا نقول ايه؟ نقول ده انا لما اشيل الغطا ده الحبل الشوكي هيفاق، انما الالتهاب من قدام في جسم الفقرات. فظهرت نظريات جديده لما تقدم العلم واكتشفنا البنسلين والصلفة والاستريبتومايسين، ودول بيموتوا البكتيريا اللي هي بتعمل الالتهاب، وجي إضافة عليهم جابوا الأدوية اللي تعالج الدرن اللي هو السل. فبقى دلوقتي في عندي مجموعة كبيرة جدا من المضادات الحيوية قاتلة الميكروبات. أكيد. إدت شجاعة للجراحين بقى إن هو يخشوا على المنطقة دي وما يخافوش. فقال لك إن أنا لو أنا دخلت على هذا الدمل اللي في العظمة وكحطه ونظفته بتاع ثم اديت مضاد حيوي، كان ده هو لو خش يعمل كده في الاول عيانه اكيد هيموت، لان مفيش مضاد حيوي، مفيش مضاد عشان حيوي. يضيع واذا فتح الالتهاب. فتحه كبيره وما كانش في حاجه تقتل ميكروبها، الفتحه الكبيره دي هيلتهب بالميكروب، ولما يلتهب بالميكروب وما عندوش حاجه تموت الميكروب اذا العيان بتاعه هيموت.
لما احنا بقى العلم يعني جاب ابتداء من باستير وجماعة في فرنسا وعملوا لنا الميكروبات اللي هي مضادات مضادات الميكروبية، الميكروبات سيطرت الجراحة او الجراحين او قدر الاطباء، ان هو يسيطر على قال لك خلاص الالتهاب. بقى ده احنا دلوقتي عندنا تحكم في الميكروبات، ادي الجدع وافتح وضي مضاد حيوي، ادي الجدع وافتح ونظف، واذا لقيته انه صديدي بالفحص الميكروسكوبي ادي له حاجة مضادة للصديد، يبقى انا هاخد شفاء. يبقى في ثورة علمية حصل، ان انا حولت نفسي من ان انا اكون انا كجراح اذا استخدمت الاسلوب الجراحي، انا تحولت كجراح من راجل بلاء للمريض الى راجل مصدر شفاء، مصدر شفاء بامر طبعا الله. يا دكتور هنكمل الجزء ده، ولكن معانا اتصال تليفوني. الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. انا اسمي عبد السلام، بس كنت عايز اتصل من الدكتور. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ عبد السلام. اهلا بيك يا استاذ. الو، ايوه اتفضل. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. حضرتك انا عندي الام في الرقبه، طول ما انا ماشي في الشارع عادي ما بحسش باي حاجه، لكن باجي ما باجي انام بالليل بحس بالم جامد جدا. ممكن انت بتشتغل ايه؟ ما كلنا بنمشي في الشارع، انت بتشتغل ايه؟ يعني لا ما اقصدش، يعني طول ما انا بتحرك ما فيش. ايوه مشكلة. بتشتغل ايه وظيفتك؟ انا كنت انا معاش دلوقتي على المعاش. كنت بتشتغل ايه؟ كنت بشتغل موظف. كويس، وقاعد كنت راجل يعني نشيط كده، بص في الملفات وبتدي عملك 40 سنة في الشغل. طيب ما كنتش ده بقى يعمل لك ضعف في العضلات ويجيب لك شوية خشونة في الغضاريف مع السن. وفي الحالة دي مصادر الألم بتاعتك بتيجي بقى لما تيجي تنام، مش كده؟ مظبوط، طول ما انا بتحرك مفيش مشكلة. طيب خلاص هجاوب حضرتك. حاضر، كتر ألف خيرك. شكرا لاتصالك، شكرا ليك. والإجابة عليه إن هو دائما الآلام بتاعت الالتهابات الغضروفية ومنها الالتهابات الناتجة عن خشونة الغضاريف تخضع تحت كلمة التهابات. تمام. دائما الآلام بتاعت الالتهابات تيجي عند الراحة، عند ما العيان ينام. إنما طول ما هو بيتحرك وماشي الدم بيوصل والشرايين بتجيب دم والأوردة بتمص الدم، فالسايكل ماشي. لما ينام هو بقى ويعمل له استاجينيشن، يعني الحاجة تبقى تترسب الترسبات بتاعت الالتهابات حوالين الغضاريف، الدورة الدموية بتبقى هادية، يوم الترسبات تزيد يوم الألم يظهر. يعني قليل الحركة الترسبات عنده بتزيد. نعم، فبتعمل نعم. التهابات. ولذلك احنا بنقول ايه؟ الكسل يجيب الألم في المفصل. انما الواحد لما يحرك المفصل بيساعد على تغذيته، لأن المفصل بيتغذى بالخصية الشعرية، الضغط ورفع الضغط. تمام، يقولوا عليها الامبيبيشن، الضغط ورفع. يعني حضرتك تنصحه ان هو يتحرك؟ يتحرك ويبقى نشط. نشط حضرتك عنده العضلات بتاعته فيها ضعف، يقوي العضلات، يستمر في الحركة. بياخد طبعا علاج ضد الالتهابات المشهورة يعني، وباسط العضلات شوية عند النوم، انما اكتر كده مش محتاج. يقوي العضلات جزئيا، طبعا سنه مش عاوز تمارين عنيفة، عاوز يبقى هادي، تمارين بسيطة بسيطة جدا. ودي حاجة بسيطة يعني تصير خفيفة ان شاء الله. تمام، معانا اتصال تليفوني. الو، تاني مش هنكمل بقى. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حبيبتي، عايزة اتكلم الدكتور لو سمحت. دكتور محمد معاكي طبعا، اتفضل. لو سمحت يا دكتور. نعم. انا عندي ركبتي وجعاني وانا بطلع السلم وانا نازلة ونازلة وطالعة، وعندي كف رجلي كده بيقلمني جامد جدا برضو في النزول والطلوع. عندك كم سنة؟ عندي 63. وتخينة طبعا ولا رفيعة؟ جسمي مليان أكيد. طيب ما انت عندك خشونة مفصلية، وألام الخشونة بتاعت الركبة دايما تيجي على اليمة الداخلية من الساق، وقد تصل إلى مفصل الكاحل في القدم يعني. وطبعا الوزن بتاع حضرتك بيكثف أو بيركز الثقل الوزن على نقطة صغيرة اللي هي الجزء الداخلي من المفصل، فتلاقي الآلام دايما متركزة على الناحية الداخلية من عظمة الأصلة، مش كده؟ ألو؟ تمام، هو اتقطع الاتصال. هو ده اللي بيحصل. كويس، احنا بنتكلم. إنما هي بتقول لك وهي طالعة السلم، طلعت السلم دي بتيجي بألم ليه؟ لأن الصابونة نفسها بتتشد، بس العضلة اللي بتشدها ضعيفة. لما العضلة تبقى قوية زي سن الشباب وسننا يعني، يبقى العضله القويه تخلي الصابونه تبعد عن الايه؟ عن اسفل عظمه الفخذ، تتشد كده وتنتج، تتشد كده وتنتج. لما العضله اللي بتشد دي تضعف تقوم ايه؟ تجرجرها. لما بتجرجرها دي بتحكها في العضل، خاصه عند طلوع السلم. تمام. فهي طبعا اذا حصل تقويه للعضلات بتوعه الركبه المحيطه بالركبه الاماميه والخلفيه ايضا، هتبقى حكايه الايه؟ ان تجرجر الصابونه دي مش هتحصل. مش هيحصل الجرجره دي، هتقدر ان هي تتحرك.
خلاص يبقى الالم يروح. طب يا دكتور الحل ان هي تقلل وزنها مثلا وزنها عشان تبتدي في العلاج؟ حاجة اساسية طبعا مع العلاج ضد الالتهابات. وتثني رجلها وتفردها دايما تثني وتفرد. لان الستات لما رجلهم بتتخن ويفضلوا قاعدين فهي بتقعد يقولوا عليها قرفصة كده ركبها جايبة الركب للخلف شوية. فهي قاعدة بتخلي جزئين اثنين من سطح المفصل هم المتلاصقين في بعض فترة طويلة. ده يخليها تخشن. ده يعمل الخشونة. انما هي لو بتديها محور الحركة كامل بتخليها تتغذى كويس فحافظ على النعومة بتاعة المفصل. يعني حضرتك تنصح انها تقلل وزنها وتبتدي في العلاج علشان تقدر ان هي تخلي الحركه مرنه اكتر بالزبط. وتقدر ان هي تتحرك وما يبقاش فيه الجرجره زي ما حضرتك بتقول اللي بتاع المشكله دي. دكتور نرجع مره تانية للعمل الفقري. نرجع تاني بقى يبقى الجراح في الاول ما قبل 1900 كان يخاف يعمل عمليات حتى لا يكون هو مصدر بلاء. انا حافظ اللي قلته. تمام. انما لما جت الثوره بتاعت المضادات الحيويه اصبح هو جراح بيقدر يعمل اللي هو نفسه يعمله للمريض ان هو يفتح ويشيل الأنسجة الميتة من العظام اللي فيها إصابة الصديد. يستأصل النتيجة اللي هو التهاب النكروز ده كله ويحط رقعة عظم من العظم نفسه. يوم الرقعة دي جات على بيت نظيف تقوم تتصل تلتصق الدم يخش فيها يتخللها ويحصل بناء يعني يحصل تداخل في تداخل تلتحم مع بعض. يبقى في الحالة دي أنا جزء المريض شيلته وحطيت رقعة عشان البتاع تفضل محافظة على طولها وخلتهم يتصلوا ببعض والدم يجري فيهم أصبح الحتة دي جديدة لحمت. سبحان الله. يبدلتها قوة المرض راح. وفي الحالة دي أنا وأنا بشتغل بشيل الحاجات الميتة دي أنا رفعت الضغط عن الحبل الشوكي من الأمام وليس من الخلف. تمام. وأبقيت على اللي هي الصفائح العظمية التي هي سليمه ابقيت على وجودها لانها مهدة لكن مهمة. الجزء الملتهب قدرت ان انا استأصله تحولت الجراحه من الخوف من الدخول لعلاج المرض لجرأة من الطبيب والدخول لبيت الداء وعلاج المرض. تمام. احنا برضه احنا كنا جراحين في فتره ما قبل 1900 يخافوا يروحوا لمكان المرض ما يقدروش ولكن يرفعوا الضغط عشان الحبل الشوكي يفوق. النهاردة أنا بفوقه برضو بس بشيل اللي ضغط عليه وأبقي الجزء الخلفي السليم كما هو يبقى الحبل الشوكي أعيد يعني أعيد تشكيل العظام حواليه تشكيله مرة تانية وبشكل سليم مش الحبل الشوكي العظام العظام أعيد تشكيل العظام حول الحبل الشوكي اللي هو سليم في الحالتين فياخد عمود فقري متسق بشكل أقرب ما يكون للطبيعي. تمام. احنا معانا اتصال تليفوني. ألو الو مساء الخير. اهلا وسهلا دكتور. اتفضلي طبعا دكتور معاك. اتفضلي. لو سمحت يا دكتور انا كانت حصلت لي حادثه كده من حوالي 13 سنه وحصل عندي كسر في العمود الفقري وانا ما بمشيش من وقتها يعني دلوقتي. المنطقه الهين العنقيه ولا الظهريه ولا الكسر فين حته؟ والله يا دكتور هي تقريبا الفقرات القطنيه تقريبا. طيب كويس. انا مش فاكره في من وانت ما بتمشيش خالص من ساعتها؟ لا انا ما بمشيش خالص يا دكتور رجلي فيها الم شديد قوي هيموتني وظهري وبس رجلي يعني انت يعني قاعده على كرسي ما بتتحركيش من بعد الكسر؟ لا ما بتحركش من ساعه الكسر ما اتحركتيش؟ لا ما اتحركتش بقالي 13 سنه ورجلي فيها الم شديد جدا وفيها خجل وتنميل وحرقان وفيها الم لدرجه ان خلاني بقيت اروح لدكاتره نفسيه من كتر شده الالم. وعندي كم سنه يا حاجه؟ انا عندي دلوقتي 43 ايامها كان عندي 30 ايام ما حصلت لي الحادثه. كانت حادثه جامده وقعت من مكان عالي ولا حادثه سياره؟ لا وقعت من الدور الثاني وعملت عمليه في ظهري وكسر ثلاث فقرات وفي فقره منهم اتغيرت. بس الدكاتره قالوا هو ضغط على النخاع يعني مش قطع. وبعدين ما حصلش تحسن ولو جزئي؟ لا حصل تحسن اكيد. حصل لك تحسن جزئي؟ حصل تحسن شويه دكتور. طيب حصل لك طرح فراش ولا ما حصلش؟ لا انا ما عنديش طرح لان ما انا هقول لحضرتك بس شوف. انا في رجليا فيها حركه ملحوظه يعني تتحرك كويس بس انا لما باجي اقف يا دكتور ركبي بتنتني ما بتشيلنيش بس رجلي بتتحرك ممكن اشدها. طب تقدري تتني الفخذ تتني مفصل الفخذ يعني تقدري حد ولو مفصل الفخذ كويس؟
بشد المفصل لفوق شوية. عظيم. واليمة التانية الفخذين ولا فخذ واحد؟ الفخذين بس عندي رجلي تقيلة شوية، ولو حد مشاني رجلي بتنقل، لو حد سندني ومشاني رجلي بتنقل. طيب بس انا ما بقدرش اقف لوحدي. طبعا ما حدش اخترع عليك يعمل لك جهاز تعويضي يسند ركبتك تحاولك تمشي. والله يا دكتور انا عايشه لوحدي وما فيش حد بيساعدني، وكل ما بروح للدكتور يقول لي انت يشوف رجلي بتتحرك يقول لي انت هتمشي وانا ما بمشيش. ربنا يسلمك. وانت سن جسمك تقيل دلوقتي بقى. لا ده انا نحيفه ما تبش خالص. طيب شكرا هجاوب حضرتك. الف سلامه على حضرتك. طب معلش سؤال صغير بس بعد اذن حضرتك. انا سمعت في التلفزيون عن جهاز اسمه تنظيم الفقرات، هل الجهاز ده موجود وده ممكن ينفع لحالتي؟ اسمه ايه؟ تنسيق الفقرات؟ يا دكتور انا سمعت في التلفزيون عن جهاز اسمه تنظيم الفقرات، هل الجهاز دوت ينفع لحالتي؟ لا ما ينفعش، ما فيش جهاز كده وما ينفعش. طب ما يعمل ايه جهاز اللي ما فيش؟ ما ينفعش ومش لحالتك وما فيش جهاز بهذا المسمى. انا حاجاوب على حالتك. هنرد على حضرتك بخصوص المشكله. شكرا لك. شكرا لك. طبعا الناس اللي زي دول في حالتها ربنا يكفينا الشر ويشيل عنهم السوء، ان هم بيبقوا ناس عندهم برضو زعل وتعاسه لان هي ما بتجيش. هي طبعا يعني الف سلام عليها، طبعا تعرضت لحادث شديد. انا بعتذر لحضرتك بس، ولكن هنجاوب على السؤال بتاعها ونرد. الجراحات الجديده في العمود الفقري والمشاكل اللي بنعاني منها الكثير في العمود الفقري، ومعايا ضيفي اللي مشرفني دايما في قناه صحتي الاستاذ الدكتور محمد مزيد، استاذ جراحه العظام بطب عين شمس. اهلا وسهلا بك يا دكتور مره ثانيه. اهلا بك. دكتور قبل الفاصل كان في سيده طبعا اتصلت بينا وهي للاسف تعرضت لحادثه يعني صعبه جدا، سقطت من الدور الثاني وحصل طبعا بعض القصور والمشاكل، وهي دلوقتي يعني حاسه ان هي حركتها قلت عن الاول وعايزه اجهزه لتعويض الحركه دي. فهي كانت بتسال على جهاز، هو حضرتك قلت لها ان هو ده مش ما ينفعش لحالتها اللي هو تنظيم الفقرات. هل فعلا في جهاز بالمسمى ده ولا دي مجرد دعايه اعلاميه؟ لا يعني هي حاجه واحنا ردينا عليها. لا يوجد حاجه اسمها جهاز لمجرد دعايه يعني. هي مش بتعبر صح. القصه اللي هي قصه اللي هي التحدي الحقيقي لأي بلد وخاصة البلاد اللي زينا اللي هي بيسمى نفسها النامية، الفطور المدمن النمو، الحتة اللي احنا مش عارفين نخرج منها حسب التوصيف العالمي. احنا مش عارفين نفسنا احنا مع المتقدمين ولا ما زلنا احنا في دور النماء. احنا ولا عندنا الكفاءات، احنا بس محتاجين الامكانيات. مدام ما نقدرش ندي خدمات ما هنحدد انا نامي ولا بنمو ولا متأخر ولا متقدم؟ أعرف نفسي إزاي؟ تمام. هل أنا عندي قدرات هامية طبعا اقتصادية وعلمية، والعلم بتاعي أن أنا بخلقه عشان أدي خدمات للمواطن بتاعي في مجال الصحة والتعليم على أعلى مستوى أو مستوى قريب من الدول التي تقدمت وسبقتنا؟ إذا كانت الإجابة نعم فأنا من المتقدمين. ولكن إحنا يا دكتور إذا كان الإجابة إن أنا بقيت قريب يبقى أنا من اللي هم متقدمين أو بيتقدموا. إذا كانت الإجابة لا وأنا مش قادر أقدم الخدمات اللي كنت بقدمها سنة 2000 وأنا في 2016 إذ أنا بجيب لورا. لازم أحدد أنا موقفي بالظبط. الحكايه دي هناخد دي مثل هناخد دي مثل ومش هنجاوب بقى. انا مش هشخص، انا بس هقول ما افهم. تمام. انا عندي التحدي اللي دخل مصر من سنه 55 بعد ثوره يوليو المجيد، ان احنا عملنا في المجتمع ايه؟ التصنيع. اندستريلايزيشن. ده تحدي. العامل بتاعي اللي كان بيشتغل في الغيط وينام وما بيتكسرش بيروح على المكنه. الناس بقت تركب مواصلات، العربيات، النهارده الحلقه بتاعتي، الناس كلها راكبه ايه؟ مركبات. من البايك للتوك توك للبتاع النقل، وكلهم ماشيين مع بعض وملخبطين الدنيا وكمان. طبعا. طيب لو واحد سقط او اندهس اتخبط او وقع من مبنى يعني النهارده حصلت الحادثه دي فادت لقصور وفي مشاكل في العمود، هو ده التحدي. التحدي ان احنا عايزين نوصلها بقى لعلاج، يعني عايزين نوصل هذه السيده. هو ده التحدي. التحدي ده لايه؟ للوطن كله. مش لابوه وامه بس، مش لبتاع المستشفى بس. دي كارثه.
بالنسبة لحياته، أولا هذه الكوارث تأتي للشباب الصغير في السن من 20 لـ30 الذين يعولون أسرهم، الأسرة الصغيرة مراته وولاده، والأسرة الكبيرة كل واحد برضه بيطل على أمه وأبوه ولعمه وبتاع، يعني مش كده. إذا دول الناس بتوع الإنتاج البرودكتيف جروب، دول اللي بينتجوا البلد، دول اللي بيحركوا البلد. الشباب الجميل في سن 20 لـ30 لـ35 هم الموتيفيتور اللي بيحركوا البلد. هو للاسف يا دكتور ده بقى لما يتكسر، لما يتكسر ويجيله الشلل ده، مش بس كارس. شلل في انزلاق غضروفي بيحصل، انشلت الاسره من مصدر الدخل. الاسره مصدر انشلت، الاسره الاكبر تعثرت، هو نفسه الحياه بتاعته بقت اذا قلت انا اقدر الحقه واعمل له عمليه باسرع ما يمكن وارفع الضغط باسرع ما يمكن، وكان الله سبحانه وتعالى يعني مخفف القضيه كلها بيد الله في الاخر، ان الحبل الشوكي ده ما كانش عليه هرس، ده كان عليه ضغط، وشلت انا الضغط وعملت له عمليه كبيره بوجود واحد جراح عظام فاهم. لازم الجراح يكون فاهم بيعمل ايه. الحاجات دي ما هيش روتينيه، مش عمليه واحده لكل واحد. علم العظام ليس عملية واحدة تطبق لكل الناس. العلم العظام فكر وذكاء. طب الحالة دي يا دكتور احنا نقدر بنتكلم، احنا بنتكلم اهو. العيان ده يعمل عملية وعايز بقى بعد كده ايه، ريهابليتيشن سنتر، مراكز تأهيل قوية بتوزن العيان ده وتشوف ايه المتبقي من الوظائف اللي مباصي. انا اسألي ليه، بقول لها ايه، بتقدري تتني فخذك؟ قالت لي بتقدري تثني الثانية؟ قالت شوية. إذا هي عندها بعض القوة، بعض المفاصل بتتحرك. وجود الفخذين طبيعيين، طبيعيين اللي هم اتنين، ده يخلينا قدرونا تقدر تقف العضلات الخلفية اللي بين الظهر والفخذين، تقدر تخليها تقف سليمة ولا لا؟ إذا كان هي كذلك بقى دلوقتي تركيب أي جهاز طرفي يخليها تمشي. إنما نقطة العزم بتاع الهمة دي يعتمد على العضلات الرابطه بين اعلى الفخذين واسفل العمود الفقري. تمام. ودول بيتغذوا بالعصب 1 2 3 4 القطني. تمام. بعضهم تصل للعجز حتى سكر. فاذا كان الجراح فاهم وهيحافظ على ولو الاعصاب، اذا كان الحبل الشوكي نفسه الاعصاب دي سليمه، في مستقبل العيان كله اتغير. اتحول ما يسمى من بيد ريدن، يعني لا طريح فراش، الى ويلت شير كونسيومر، بيستخدم الكرسي يقدر يتحرك، الى ووكينج يقدر يووك. الحاجات دي بتقيم جراحين العظام بتوع النيورولوجي بتوع الاعصاب بتوع العلاج الطبيعي والريهابليتيشن، اللي يقدروا يعملوا تمرينات اللي يحطوه في ريهابليتيشن سنتر يحسن اداؤه واقدر اشخصه ده في يقضي بقيه عمره ازاي. اذا انا قدرت اخليه يمشي ان شاء الله بعكازين، هيبقى هو اسمه ايه، اندبندنت، يعني معتمد على نفسه. استقل. لان هو لما كانش معتمد على نفسه هيعتمد على الغير، الغير ده كلهم هيبقوا ناس كتير عددا وعاوز خدمات. ايوه. واصبح العيان ثقيل وعبء على نفسه، على الاخرين، لا على الاخرين وعلى المجتمع، ويظهر بقى تقصير المجتمع. المجتمع يبقى مقصر وغير متقدم وغير قادر على انه يخدم هؤلاء الفئه ويخليهم يبقى انا بزود كميه الاعاقات. معاقه. لكن يا دكتور احنا الحوادث بقى كترت ولا ما كترتش؟ اكيد كترت. علشان الناس اللي بتتكسر دي كترت يعني ولا اللي بيسقط من على السالة، يعني في حاجات بتيجي عشان التصنيع واللي حصل. أكيد. وفي حاجات بتيجي على الخطأ بتاع الواحد في نفسه. تمام. يعني ينزل يغطس في الميه زي ما قلنا، الميه الضحله، ويكسر رقبه نفسه، ده اهمال. ده مش اهمال؟ اكيد طبعا. انما اللي عيني ماشي وتيجي عربيه اكبر من عربيته تكسره، دي حاجه قضاء وقدر. قضاء وقدر. العربيات دي وتنظيمها والمرور والحارات والالتزام، ده مش عاوز بيهيفير، سلوك اخلاق. اكيد. سلوك اخلاق وضبط وربط من دوله. نتفادى كميه كبيره من الكسور. ودي للوقايه، يعني احنا بنقول بعض النقاط للوقايه، نصائح للوقايه من الحوادث اللي ممكن تؤدي لشلل وتؤدي. قللت عدد الناس اللي بتكسر، ما خليش يجوا على المجتمع كده كل يوم 2 3 4 5 بيتشلوا. اكيد. دي كارثه، لان المشلول الواحد بيكلف الدوله الكثير، مش الدولة المجتمع كله هيساهم. اللي عاوز يزق الكرسي، واللي عاوز يجيب كرسي، واللي عاوز ياخد باله من التبول والتبرز وقرح الفراغ، قصة. احنا هناخد بس الاتصال ده ونكمل يا دكتور. محتاجة اعادة تقييم. اذا كان عندها قدرة انها تقوم هنعمل لها
زي جهاز تعويضي ثرفي كده حوالين الركبه فقط، القدم شغال، وممكن تدفع ضعفا بالعلاج الطبيعي والتاهيل انها تعتمد على نفسها. هنتكلم برضو عن الاطراف الصناعيه وازاي نقدر من خلال الاطراف الصناعيه ان احنا نساعد الناس دي علشان تمشي. ومعانا اتصال تليفوني. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. عندي الم في رجلي اليمين، بدا بالم في الركبه، ما عادش عارف اتني رجلي. المهم ان التعب ده استمر 6 اشهر، وبلاقي فرقعه في السمانه، كان حاجه بتشد العضله وتفرقعها كده زي الصوت فرقعه في الصوابع. وبعد كده رجلي مش قادره، يعني ايه اجي اصلي مش بتتني للاخر. عندك كام سنه؟ 38. الدكتور قال لي اعمل اشعه على الركبه. شباب انت والفخذ والفقرات. طب اصبر عليا يا شباب، قول لي انت سنك شباب اهو، انت تخين 38. رجليك تخينه؟ نعم. ركبك كده وفخادك تخان كده ولا رفيع؟ لا 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 كويس. يعني بتشتغل ايه؟ محاسب. طيب ما انت قاعد على مكتب وكويس اهو. طيب ما فيش اجهاد ولا فيش اصابه جات لك في ركبك ولا حاجه؟ بتلعب كوره؟ لا لا. ما لعبتش كوره؟ لا خالص. لا لا. طيب حد فحصك من الدكاتره؟ ساعات بيبقى فيه كيس صغير. هم محتارين. رحت عند بتاع الركب وصف لي مرهم وزيت بس ما عملش حاجه، والالم رايح جاي رايح جاي. طيب خير ان شاء الله. هقول لحضرتك الف سلامه على حضرتك وهنرد عليك. شكرا لتصفيق. شكرا شكرا. سنه 38 سنه، يعني المفروض ان سنه شبابي تبقى كويسه. هو عنده الالم ده اللي بيروح بيجي، قد يكون مبادئ خشونه خفيفه، او ساعات يبقى فيه كيس زلالي محشور حشرا. كلمه محشور دي مناسبه، ما بين العضلات والاربطه قريب من العصب. لازم الواحد يفحصه فحص اكلينيكي باليد، يفحصه بس دكتور يفهم، يشوف ان دي في ساعات كيس زلالي موجود في النص او على الجنب. النص له اسم واللي على الجنب له اسم. الاكياس الزلاليه دي لما يحصل فيها التهاب ويكثر كميه السائل اللي فيها تعمل فرقعه، لان الرباط مش هي بتفرقع، الرباط الوتر بيتحرك عليها كده يعمل طرقعه. تمام. ممكن. فانا لو شلت هذا الكيس عمليه صغرى بسيطه، استئصال الكيس ده روح مثلا يقول عليها جانجليون او كيس زلالي. ممكن يكون عنده شويه خشونه في الصابونه من الاول. في حاجات كتير يعني بسيطه جدا، لانه سنه 38 سنه. يعني الموضوع مش كبير يا دكتور؟ لا لا مش يعني كبير. ما هو فحص جيد، ما فيش خشونه مثلا؟ لا ما نقولش على 38 خشن الابدا، ما يجلوش، ما يكونش عرضه للخشونه الركبتين. انا مع قله الحركه على اساس ان هو واحد يعني قاعد كلنا هنخشن اذا ما استعملناش الركب بطريقه كويسه. والخشونه لا تفرق بين الرفيع والتخين. اكيد جرى العرف ان معظمنا ايه؟ تخان. ومعظم اللي بيجيلهم الخشونه بدري السيدات. ومعظم السيدات بيجيلهم الهشاشه العظميه قبل الخشونه او بعدها. اكيد. فهو بيبقى القصه كده. انما هل الرفيع ما بيجيلوش خشونه؟ بتجيله. لا اكيد بتجيله، بس الدرجات متفاوته. انما دي حاجه بسيطه اللي يعني حضرتك ممكن يكون عنده مشكله الكيس ويتم استئصاله وبالتالي يكون الحل سهل. ممكن اصل ممكن يعني في اكثر من لما من بيشوف ان مفيش شيء جامد بيدي نصيحه. والنصيحه الطبيه مش ضروري كلها رشتات. يعني ازاي تقع، ازاي تمشي، ازاي تتريض، ده جزء كبير جدا من العلاج. او من حل المشكله. مش هي كلها اللايف ستايل، يعني لازم يكون في تغيير لل بس هو معظمنا كشعب يعني النصائح دي كلها ما بينفذهاش. عايز يعني خسسني انت يا دكتور محمد، خسسني مش عارف، خسسني تقول له ما تاكلش كتير، يقول لك خسسني اديني قرص يسد نفسي. الله يا عم اعمل حاجه انت. طيب احنا هناخد معانا اتصال. الو الو الو، اتقطع الاتصال. نرجع مره ثانيه يا دكتور، وكنا بنتكلم عن العمود الفقري ومشاكل العمود الفقري، وعايزين يا دكتور نتكلم عن الاكثر الامراض اللي دلوقتي شائعه في العمود الفقري وايه الجديد في علاجها. يعني مثلا موضوع الانزلاق الغضروفي بقى دلوقتي شائع جدا، معظم الشباب بيجي لهم انزلاق غضروفي سواء كان في الفقرات القطنيه او العنقيه. ايه الجديد في العلاج؟ هل لابد من عمليه جراحيه ولا بقى في علاج طبيعي وبقى في علاج بالدواء دلوقتي ممكن يحل؟ هو الجديد طبعا كل شابتر او كل صنف من العلاج فيه تقدم. أكيد. يعني لو قلت العلاج الطبيعي فيه تقدم، نعم فيه تقدم. فيه فهم اكثر من المعالجين الطبيعيين خاصة اللي درسوا التشريح للوظائف بتاعة العضلات واتجاهات حركتها المحيطة بالعمود الفقري. والعضلات دي هي الحامية والحارسة لشكل العمود الفقري وليونت حركته. أكيد. فلو هما بيركزوا على كل عضلة عايزة اتجاه من التمرينات معين ويقووها،
يبقى انا هدي نتائج احسن والعيان يحس بتحسن سريع. اكيد. انما لو خدت الامور كلها على انها يعني يحط عليه بتاع تسخنه ويقول له مش عارف دلكناك كده ولا بكده، يبقى انا ما بانش ما بعالجش. هي المساله ايه بالظبط؟ المساله بقى انا فاهم ان انا عاوز اقوله العضلات العميقه المحيطه دي. دي لها طريقه في العلاج ومكتوبه في الكتب ومرسومه ازاي، وهو يكون دارسها والعيان يطوعه ويعمل. في العضلات دي لو قويت ذهب الالم. اصل العمود الفقري معظم الالام اللي فيه بتاعه الاجهاد اللي هو ايه تايرد. تايرد اللي هو متعب يعني. في تعب وفي سلوكيات خاطئه. أيوة. ممكن تؤدي لوجود الانزلاق. يقول انا بقوم تعبان لما اجي اركب العربيه تعبان، انا بنزل سند. كل ده كله بشكل 80% من الشكاوي هي ضعف عضلات محدده بتعمل في اتجاهات واضحه. احنا عايزين يا دكتور نعرف ازاي تقويه العضلات. الشطاره ان انا اخش على العضله دي واعرفها اعمل واقويها حركه ازاي قوي تروح الشكوى. احنا رجع الاتصال مره ثانيه. الو الو السلام عليكم. الو وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. لو سمحت سؤال الدكتور بعد اذنك. اتفضل. طبعا دكتور محمد مع حضرتك. اتفضل. لو سمحت يا دكتور، انا كان حصل لي حادث من حوالي سنتين بالظبط، فعملت كان في كسر في الفقره الخامسه القطنيه، وحصل تثبيت في الفقره القطنيه الخامسه والعجزيه بشرايح ومسامير. بس ليا فتره كده اعمل لك اربع مسامير ولا سته؟ لا اربعه. كويس. الفقره الخامسه والعجزيه. سته بس؟ اربعه. لازم حط اربعه يعني. اربعه وشريحتين. ماشي. اربع مسامير يعني حطوا المسامير في الفقره نمره اربعه وفي العجزيه الاولى. في الخامسه قطنيه والاولى عجزيه. ماشي. اوكي شكرا. من فتره كده عندي فتره يعني الظهر ما خفش خالص معايا، فكل شويه لو حصل المجهود احس بالم في عضله الفخذ من قدام والعضلات اللي من ورا. كويس. ف يعني مش عارف اعمل ايه بالظبط يعني عشان اشوف ايه الالم معايا هيروح ولا يعني في الم في ظهر حضرتك لغايه دلوقتي. وبتتم الدكتور قال لك ان الفقره نمره خمسه مكسوره ولا قال لك ان الغضروف بين الفقره الخامسه والعجز؟ لا 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 لا، هي كسر لان انا وقعت من فوق حته عاليه فكسرت الفقره الخامسه. الحمد لله. طيب الف سلامه على حضرتك وهنرد على حضرتك. شكرا لك. شكرا شكرا. هو الراجل واضح ان هو حصل له كسر، فسر ان هو كسر في الخامسه والعجزيه. ثبتوا ما افهمه انا ان لو كانت الخامسه مكسوره فانا دايما بثبت الرابعه عبر الخمسه في العجوزيه. ممكن احط مسامير في نمره خمسه او ما احطش حسب فيها حته سليمه تشيل المسمار ولا ما تشيلش. تمام. الكلام اللي بيوصفه طبعا بيقول ان هو حط المسامير في خمسه وانا عمال اراجعه اقول هو خلاص حط في خمسه واحد. مكسور قوي مش مكسور قوي القضيه بلا سنتين. هو حضرتك وانت فاهم المشكله ايه؟ هو دلوقتي مش كويس فتره وبدا ظهره يوجعه شويه. وجعان الظهر ده جه النتيجه لايه؟ لان هو ثبت خمسة في واحد، فالحركة اللي كانت موجودة بين خمسة وواحد وده مفصل أساسي جدا، وده المفصل اللي أنا إيه بيساعدني في التاني والفرد أصبح ملغي. العبء زاد على المفصل اللي هو فوق والغضروف اللي فوق، مش المفصل الغضروف. ولما بقول مفصل برضو لأن أنا عندي مفصلين من الخلف وعندي غضروف من الأمام. الوحدة الثلاثية. تمام. زي بيئة كرسي بثلاث رجول. فهو دلوقتي اللقمة أو نقول على اللقمة يعني عشان الناس تفهمها، او السيجمنت اللي هي العقده او المحطه اللي هي اللي فوقها اللي هي الغضروف بالفقره ده، وحده الحركه دي اصبحت تعاني اكثر مما كانت تعاني من قبل لما كانت الثانيه اللي تحتها بتتحرك علشان ما فيش مرونه. دلوقتي الدنيا اتثبتت. ما دي بتشيل مثلا 50% بتشيل 50% انا لغيت ال 50% اصبحت دي بتشيل 100%. تمام. صح. لا اللي فوقها شايل مأدي وظيفته، يجي عندها هي اللي تحتها اتلغت، يبقى هتشيل اللي كانت تشتغله واللي كانت اللي تحتها هتشتغل. يبقى اذا الوقت تشيل مجهود تركز انضرب في اثنين. الحكايه دي تعمل خشونه في الغضروف، تعمل تعب، العضلات المحيطه يحصل فيها اجهاد، يحصل الالام منبثها دي. عاده المشكله دي تبان بعد خمس ست سنوات. احنا ما سالناش الراجل سنك كام. كل بس ما واضح ان هو سنه صغير يعني من صغير كده. ان هو شاب. فطبعا حاجه زي دي انت بقى عايز ايه؟ انه يتريض ويقوي العضلات ويتعمل له اشعاعات جديده. اشعاعات جديده عشان نشوف الغضروف اللي فوق
الحته اللي اتثبتت دي حيويته قد ايه. كل ما كان الغضروف فيه حيويه وحركه كل ما كان الالم دي هترجع بسرعه. انما لو كان سنه هو كبير بعد الخمسين والكلام ده وستين ربما الغضروف دي فيه درجه من درجه التاكل من قبل الكسر. ففي الحاله دي الاعراض تطلع بدري. انما لو هو الغضروف عنده الحيويه الكامله من قبل الكسر لما تيجي عليه المعاناه الجديده يتحملها لفتره اطول. ولذلك يعني لما يكون سنه صغير اكيد الغضروف ده بيكون أحسن. فيه حيويه اكتر متغذي كويس فيقدر ان هو يتحمل العبء ده فتره لكن هو في الاول او في الاخر هيتم التاكل مع مرور الوقت يعني. القضيه بايه؟ ولذلك مفيش عيان زي الثاني. مفيش عيان زي الثاني. انما فيه تقييم اللي بيقولوا ايفالويشن لكل حاله منفصلا عن الكتاب. منفصلا عن بقيه الاحوال. هو الموضوع عايز يتفهم اكتر يا دكتور. يتفهم. ولذلك احنا بنقول وبقالي بقى 20 سنه بقول ان قضايا العمود الفقري دي عايزه تحليل للقضيه وعايزه ما يسمى مالتي ديسيبلينري ابروتش يعني يحل المشكله من جهات متعدده. يعني انا بشرك معاه بتاع العلاج الطبيعي بشرك بتاعي بتاع الطب النفسي ساعات زي الست اللي هي قاعده دي بتقول انا وصلت ان انا وصلت هي مش قالت نفسيتي قالت رحت الدكتور نفسي من الالم انا من الالم متعب هي عندها قضيه الم ومشكله عدم مشي فنفسيه لازم هتزوق وبلا 13 سنه لكن هل في واحد فارس احنا عاوزين الدكاتره يبقى دكتور بدرجه فارس قوي فاهم بيشرك الاخرين عارف متى يقف وقدراته هو لحد فين وبيحل المشكله بصفه كليه. هو الموضوع يا دكتور محتاج جراه اكثر من الطبيب وفهم للحاله يعني لو قدر يفهم مع الجراه يقدر ان هو الجلوبال اللي انت بتشوفي العمليه كومبريهنسيف كلها على بعضها. انما لما اقول ان انا بعمل حتتي بس في الاخر العيان مش حتت. العيان هيكون في جزء تاني يعني وده اللي بيعملوه وده اللي حصل ان هو تثبيت للمشكله. مراكز التاهيل مراكز التاهيل دي بتيجي فيها التخصصات كلها. قلت انا في مصر هنا عاوزين مراكز التاهيل دي تنتشر وده عنوان تحضر البلد. اكيد طبعا يا دكتور. احنا عايزين يا دكتور نرجع مره تانية لنصايح تقويه العضلات. يعني حاجه بتقول ان العضلات بتجهد واحنا دايما بنشعر بالتعب وبالاجهاد وبالكسل فلازم يكون في تقويه للعضلات. نقوي العضلات بتاعتنا ازاي عشان ما ننجرفش المشاكل انزلاق الغضروفي والام الفقرات. الستاندرد ان انا بعمل التمرينات اللي الناس عارفينها زيها بتاعت الجيم وكده بس لا يكون الجيم معلش اشراف طبي عام يعني لازم الناس بتوع الجيم اللي هم بيدرسوا يكون فاهم العضلات وتقويتها ويقوي العضله دي اكتر من دي وبتاع اللي هم الحته الميديكال اللي موجود في الجيم ليس بميديكال ليس بطبيب. انما الجيم الميديكال جيم ما هو العلاج الطبيعي ايه والطب الطبيعي اكيد بيكون ليه علاقه بالطب ميديكال جيم يعني حاجه طبيه باشراف طبي دقيق وهي عمليه الجيم والرياضه يعني ممارسه الرياضه ولكن تحت اشراف طبي وابقى حريص شويه عشان انا بوجه العضله الفلانيه اللي عاوز اشتغل عليه واشتغل عليه. انما في تمارين عامه اللي هي ستريتشنج بفرد بحرك كتافي بحرك ظهري بحرك دي بتقوي العضلات بتقوي العضلات بتعمل جنرال وبتزود الحيويه الفيتاليتي وبيخلي الدوره الدمويه تجري والرواسب اللي موجوده في الاورده تتحرك والدوره الدمويه تنتشر وتخش العضلات نفسها تزود انا بحرك عضله القلب بضخ في العضلات في قصدي في العضلات نعم وفي الجسم فكاي واحد بيعمل وبعدين بياخد شاور ياخد دوش سواء بارد او ساخن كل ده بيخليه فريش حتى لو هو جاي من عمل اكيد انا كنت بشوف زمان في انجلترا الممرضات يطلعوا من المبنى بتاع المستشفى وفي كان عندنا حاجه اسمها كريبس ميديكال سنتر في حته كلوز دي مقفوله كده واشوف الممرضات ماشيين كده من جنب الجنينه وانا قاعد في المكتبه ذاكر وبص بيروحوا فين دول؟ بيروحوا فين دول؟ فانا قلت مره مش وراهم اشوف بيروحوا فين؟ بسال قالوا لي ده بيروحوا يعملوا رياضه وجيم وبتاع علشان يقدروا ان هم يتحركوا ويقدروا يروحوا قلت انا ممكن اروح قالوا مطلوب ما هو مفتوح للناس كلها روح فرعون لقيتهم في سويمنج بول سخنه خدي بالك انا في التلج واحنا في جانيوري والتلج جليد كده على الارض الحراره يا دكتور يعني اكيد داخلين. الحراره ليها فلما دخلت لقيت عالم جوه في حاجات الرياضه عشان كده يعني الممرضات بتخلص الدوام بتاعها الفتره 8 ساعات
وتروح تعمل اكسرسايز فور هاف. ما هو دكتور هو بيعمل كده ليه؟ علشان يقوي قدره الممرضه على الانتاج، فاكيد لازم محتاج بعض التمارين علشان. موجوده في الدنيا كلها، احنا لازم تبقى دي حته من برنامج. عايزين يا دكتور نقول كده في نهايه الحلقه بتاعتنا بعض النصايح علشان نقي نفسنا من مشاكل العمود الفقري وانزلاق الغضروفي والتهابات المفاصل والام المفاصل، ويمكن احنا الحلقه كلها النهارده ركزنا على الجهاز الحركي اكتر علشان هو اللي ليه القدره على الانتاج. نصايح كده للساده المشاهدين. الصحيح ان الانسان معاه نعمه الصحه فبيحافظ عليها، يشكر ربنا عليها ويحافظ عليها. كلنا طبعا كسالى في موضوع الرياضه، الاجيال الجديده بتلعب رياضه، وانتشار الجيم في المناطق الشعبية بيسعدني أنا. يعني أنا لي عيادتي في المناطق الشعبية بسأل، يقول الستات اللي هي كانت قاعدة في البيوت دلوقتي بروح الجيم. طب هذا نعمة من الله وفضل. أكيد الستات عندنا اللي هم في الحتت الشعبية اللي كانوا يعني أكثر وعي، بتخنوا بقوا زهقانين من السمنة، بيقولوا احنا هنروح الجيم ومعاهم فلوس الحمد لله يخشوا الجيم. ده برضو معناه ان الاقتصاديات اتحسنت والوعي بقى في وعي أكثر، وشيء جميل جدا. وجوزها ما بيقولهاش لا كمان، ده برضو حتة سايكل كويس كان يمنعها. لا دلوقتي اذا في ثقافة، ثقافة العناية بالجسم حاجة جميلة جدا. انا بقى دلوقتي لما اعتني بالجسم انا عارف ان الحكاية ثلاث حالات، عضلات بتحرك اخليها طبيعيه واقويها، جسم بيثقل بينشال اخليه في الوضع اللي هو نموذجي او اقرب الى نموذجي. يعني اسراف في الاكل اعلله، غدد بتخلي الواحد يتخن اروح لبتاع الغدد يظبطني يزبط. يعني في حاجات سمنه مرضيه وسمنه انا بجيبها مكتسبه، حاجه مكتسبه سهله اللي انا بجيبه اقدر اتحكم فيه. لو احنا كلنا يعني زبطنا دي هتلاقي الناس اجسامها بقت احسن، اكيد شكل جسمها والحاجه اللي احسن. فدي حاجه. يبقى انا عشان اخلي المفاصل ما تشيلش طول كتير احافظ على الجسم ايه الكتله بتاعته تقل، تبقى نموذجيه، والحركه في المفاصل احرك ما اقعدش كسول. الشيء الثاني ان انا لو حصل لي حاجه بسيطه اعالجها بسرعه، يا يعني رجلي اتجزعت كسر صغير اعالجه كويس واخش تشخيص مبكر علشان المضاعفات ما تزيدش، علاج طبيعي بسرعه عشان استعيد الوظيفه الحركيه بتاعه المفصل. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور. بشكر طبعا استاذ الدكتور محمد مزيد استاذ جراحه العظام بطب عين شمس. شكرا ليك يا دكتور، ميرسي جدا على النصايح دي. اكيد دي للوقايه من كثير من المشاكل ووقايه الجهاز الحركي اللي هو اساس كل شيء. شكرا ليك يا دكتور. اعزائي المشاهدين